مس الخير عليكم وصحة رمضانكم. نجوز إن شاء الله رمضان رفقة الفنانين تاعنا، رفقة النجوم اللي يتردوا يوم بعد يوم على قناة الكي بي سي، وعلى وجه الخصوص برنامج أذواق النجوم. برنامج أذواق النجوم راح يستضيف اليوم فنانة حبيتوها وطلبتوها بزاف، حبوبة الجميع، عتيقة. واش راكي لاباس؟ صحة صافا الله يسلمك. شي حاوة واش راك؟ لاباس الله يخليك. صافا الله يسلمك الله يخليك. الحمد لله. رمضانك كل عام وانت بخير. وانت زادة وكل عام وانت بخير، وتصوموا ان شاء الله بالصحة ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كاملة ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك. احنا في أذواق النجوم نحبوا نتعرفوا على واحد الأسئلة شوية شخصية، معليش يا أخي. افيك بليزيغ. افيك بليزيغ الأخ شي حاوة. الله يخليك. قولي لنا عتيقة طباخة ماهرة ولا شوية؟ ما نقدرش نقول لك ماهره، سقسي ليك لو ما كنتي يقولوا لك ولا ماهره. انت تقدري تحكمي. واش رايك؟ مليحه ماشي ماهره ماهره بصح نطيب. واش تعرفي تطيبي؟ نطيب كاع لي بلاجيغوا تاعنا. اجلوا. واش من لي بلا اللي تحبيهم عتيقه؟ نحب لي بلا، نحب كباب، نحب مدربن، نحب شوربه، نحب نتوم، نحب الطعام. بريفيري تاعي جادور طعام، نموت على الطعام. اوكي، قبل ما ندعوك باش تذوقي معنا بعض الاكلات اللي وجدوها لي طروا شيف، قولي لي عتيقه، عتيقه عندها فيسبوك تكونيكتي؟ عندي خا بعد عندي ميركاز وما عنديش. اي بيان خا شي حاوه بعدا. تحبي لو موند فيرتيال هذا العالم؟ حابي بصح شويه مازال ما دقستنيش الحضاره مليح بزاف. هذا وين بديت. معليش عتيقه، واش تقولي للجمهور تاعك؟ واش تقول لهم؟ نقول لهم ما راهي في قلبك. نقول لهم الجمهور تاعي، نقول لهم رمضان كريم وان شاء الله لا يعيدوا علينا بالصحه ولهنا. ونقول لهم عتيقه هذا العام تشوفوها، تشوفوها في لي زيميسيون بالك، بصح في الادوار ما كاش. نقول لهم ان شاء الله ادعوني، ان شاء الله ربي يشفيني، والعام الجاي نولي بعوده قويه ان شاء الله. ان شاء الله عتيقه نمروا نذوقوا هذه الاطباق تاع لي طروا شيف. تفضلي عتيقه. يزيد فضلك خويا. الاطباق الله يخليك. نذوقوا البلا الاول، هذا هو، تفضلي. سي بون. سي كوا سا؟ هذو لي شيف هما اللي يجاوبوك. وراه الشاف يجاوبنا. دوك يجاو. سي تخي بون. هيا بيان. دوك نزيدو بلا دوزيام، تفضلي عتيقة. ما نلحقش فاصيلي. هيا روحي شدي هاد الفرشيطة. بالك نقركبو. لا لا. هيا روحي. ما ذقناش غير الشلاضة بصح. سي بون. دوك اللحم هو اللي يبين الطبخ تاع الإنسان. اللحم بنا ماشي شبعه. بصحتك. سي تري بون. دركا نزيدو هذا، تفضلي. سي تري بون. شهية طيبة. بصحتك شهية طيبة عتيقة. دوك ندعو ثلاث طباخين اللي قاموا بطبخ هذه الأكلات الثلاث. عندنا كما قالوا لي عندنا الشيف حليم مختص في الأكلات السورية. مساء الخير. لاباس راه. عندنا الشيف حمزة من الجزائر. صباح الخير حمزه. صباح. وعندنا الشيف تروازيام، هذا اسم غريب شويه، شانغينغ من الصين. هذه شينوازيه؟ لا لا، شانغينغ من الصين. هذه تخدم معنا؟ هاي معكم في المسابقه نورمالمون مادام جابوا لنا. هذه معنا اللي طيبت القط. شنو؟ هذه كانت طيب. هذا هو شنو؟ هذا قنين نورمالمون. ماشي قنين، ما تضحكش بيا. لا 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 يا جماعه، كوبي كوبي طيبوا قدامي. شفتها برا شيف دو كويزين يجيب لنا بسكوت. تغلطوا وتجيبوا لنا الكوطان. هذاك انا لوطي نغلقه لكم. ماشي بلاني والله العظيم، غلطي نغلقه لكم. ماشي بلاني. دوك انا زعما كونفيرميت ولا قط ولا بنت. باينه باينه هاو. قال لك التارف. جيب جيب لاخر ديريكتور، جيب الديريكتور. عطوا لي الماء، عطوا لي شيف دو كويزين. عطي لي قاعده كي ستاتيو انت، شنو هذا الشيء؟ عتيقه هكا شربي اختي، ان شاء الله ما يكون غير الخير. نقول لك حاجه شي حاوه. بصح كيفاش جابوا الشينويه؟ انا لو كان نعرف باللي قط تاع الصح على بالك هاد اللوطين نبلحوا لهم، وهذه معاهم هاد ستاتشو هذا فايده المتارق اللي دارتهم. ما تهدرش وقيله. عقولة نورمالمون. ما تفهمش. جابوك ستاتشو ورا بولشي ورا بولشي. بولشي مهدي. واحد يبقى. سيرمو قط باسكو شينويه هذا، كيفاش؟ هذا قط ولا لا؟ لا هضري.
او 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 ما كتحسي والو كي راهي ساكته باينه دار متواسي مترمش عيني الله يسترنا يا ربي هم اللوتيل هم اللوتيل او انت يا روجي مادام اللوتيل وشنو هذا اللي كنيناه دوق وعندنا ناس يمين تاع شناوه كيفاش تغلطوا تغلطوا للناس بعدا ايه غلطوا شافوا انتوما معابر لا غير عيب انتوما معابر عيب عليكم لا درتوها لا درتوها صح عيب عليكم لا غير عيب صاص في دوك كاش مي صلاه قولوا لا سمح ولا كيفاش ما كاش سمح قلت لها مالو كي شفتها انا غير شفتهم قلت لهم سيبو ما كاينش حتى طفرت كنت كنت حتى كلات وشبعت باش حضرت كلات انا لو كان شفتها من الاول وكان حبسها ما خليهاش لاكل ديجا شفتها انا ديجا قلبي دار قلبي قلبي دار بيت نتقيه والله العظيم جيب لي طبيب راه حاول اش ما يعطيني دواء يحبطه لي روح روجي روح يا روجي يعطيك الصحة هذه كنتي في مقالب النجوم ماشي أذواق النجوم يعطيك الصحة روح يا شيحاوة لا ربحت يربح خاين السوق سكوت هكذا شي حاوة عتيقة قولي وش انطباعك حول الكاميرا كاشي خلهم نشكر راشان كابيسي وصحة رمضان أمة الإسلامية كاملة إن شاء الله رمضان كريم عليهم يدخل عليهم بالربح يا علاش الزعاب